اعزائي الكرام، اعزائي الكرام، بالفيديو الاخر الدراري اللي كتلحت لكم دار لي عجبكم الحال بزاف، وشكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم الدراري، قريتهم كاملين وصراحه الدراري موتيفيتوني بزاف اش انني نكمل لكم فيديو. داكشي الدراري لحقت لكم هذا الفيديو بهذه السرعه، ولا الدراري كملتوا في لي كومونتير ديالكم بلي لايك ديالكم غادي نلوح ديريكت فيديو اخر عاوتاني قبل ما يوصل هذا السبت. المهم اخوت اليوم حلقه اخرى ديال الحرب سيتاب، ولا سيتاب وورز، ولا سيتابات المتابعين، ولا سيتابات الله يحسن لهم، عرفتي سمينا بزاف ديال الاسماء، ولكن الفكره راكم عارفين انتوما كتلوحوا لي السيتابات ديالكم في الجروب فيسبوك ديالنا اللي تلقاو تحت في الديسكريبشن، انا كندوز على السيتابات ديالكم في الجروب وكندوزهم في الفيديو. نبداو باول سيتاب ديال الدرس، سميتو وليد داكا الدراري عشيري. بزاف ديال الاحاسيس اللي مخلطين في داك السيتاب. اول حاجه شوف التصويره زوينه بكاليتي اللي واعره تبارك الله، داكشي كيبان سيتاب ناضي ولكن ماشي شي حاجه هذا كيزيدكم. اول حاجه الدراري كتلاحظوا معايا عندو جوج ديال لي مونيتير، وحده كبيره تبارك الله دايره عرض هي اللي كيقصر فيها فورتنايت، والاخرى الطول كيشوف فيها ديسكورد وكيقرا فيها في لي ميساج وداكشي، يقدر كاع يكون كيتفرج فيها في يوتيوب ولا المهم هادشي باش زوين يكون عندك جوج ديال لي مونيتير. كتبان لي الدراري طابي شاد كلافي والسوري، كلافي نورمال سوري صراحه ما كتبانش لي شي ماركه ولكن كيبان لي نورمال من هنا. طابي ديال بابجي عطي ديكور زوين اوكي، وبواتي عاديه رينغ لايت اجي كتشوف داك السيتاب عامر بزاف ديال الحوايج. كتبان لي تما لوجيتيك 720 واقيلا الا كيديروا ستريمرز، عاد مازال حاط شي اكسسوارات فوق بحال البيرو راه خاوي تبارك الله ما فيه حتى حاجه، البيرو كتحس به عامر بزاف، كاين شي حوايج اللي ما عندهم حتى علاقه بالسيتاب ومع ذلك حاطهم تمايا كيخليو داكشي كيبان مرون بزاف. عاد الدراري كيبان لي الستاند ديال الميكرو اللي ولي خاصنا الدراري باش كنقعز الميكرو بحال هكذا، ما مايك غالبا يكون شي بي ام 800 وتمايا هو اللي كيشريو المغاربه. كيبان لي الروتور ديال الفيبر اوبتي، مانيطا ديال البي سي، سوري اخر ديال الشينوا، وكاسك ما معروفش داير الستاند ديالو هو الستاند ديال الميكرو. ايوا شتي حتى هو مسيو وليد ما باغيش يبقى انه يصرف في الستاند، داير ستاند وحده شاد فيها الميكرو شاد فيها الكاسك، ما كرهش انه شي يشد فيها حتى البي سي. هذا الدراري تصويره اخرى ديال السيتاب الدراري، ولكن كتبين لينا غير حاجه وحده باللي راه السيتاب باقي مخربق. اناري لك الديب عامر كابلات، حاط الرالونج فوق، حاط الرالونج على الاقل على تحت بعدا، الكابلات هبطهم لتحت ما كاينلاش انك تحطهم الفوق، واي حاجه محطوطه عنده في البيت حاطها تما فوق البير. طابليت شارجورات خيوطه بسطام هذاك ولا ما عرفت شنو هو ديكولاس. واش عرفني هو انه كاين ديجا السيتاب عامر بزاف ومع ذاك حاط الاكسسوارات الفوق، زعما راه السيتاب راه خاوي فهمتي، خصو ضروري يبقى يعمر شويه. بالنسبه للكونفيك ديال مسيو ولي عنده اي 5 3 جينيراسيون، عنده جي تي 710، الله 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 على السيتاب مسكين، ان تيرا اش دي دي 256 اس اس دي 16 جيجا في الرام، بواتي نورمال اكيد شوفوها نورمال اخويا، واش كيبان لك شي سيف مضروب في الوسط شي اي شي ار جي بي خارجه. المهم شكرا انا والد على السيتاب ديالك اللي دوزتي معنا وكنقيموا عليه 4 على 10. دوز السيتاب ديال مسيو سفيان الدراري. يا الدراري رجعنا تطفرين، سيتاب مطفر بامتياز الدراري. اول حاجه الدراري كيطلعوا معايا عندو ما عندوش بيرو عندو كوافوز، عرفت شي كلشي عندو صغير في داك السيتاب الدراري، كلشي شفتي داكشي صراحه عمري شفت شي بواتي الدراري صغيره لهالدرجه. شو الدراري قداش اصاحبي، شو قارنوا الدراري غير مع الكاسك اصاحبي، صغيره بزاف تهزت هرب بها. اند اوف كورس ديال البواتي هي ستان ديال الكاسك، كتب بحال البواتي كاسك كتمزك داكشي اللي كيتخرج، ويلي واش البواتي تلقى صغيره واش تلقى ايكرون كبيره، تا ايكرون مربعه صغيره تبارك الله، ما عيناكش الله ما عيناك. ما كيبانش سيتي شي طابي فوق البيرو، وكيبان لي كلافي عادي، وكنظن حتى السوري غادا تكون عاديه. سيتاب متوفر بامتياز وداخل فري فاير، دخلنا عليك بالله فين بغيتي يكون داخل شي مثلا في جي تي 5 تخدم لي جي تي، يطلق جي تي هنا يتحرك البيس. واحد قال لي ايكرون صايم، واحد قال لي واش فري فاير مزيانه فيه، واه الدراري راه شوف فري فاير تخدم لك شي حطبه كالكولاتريس الدراري تخدم لك فيه فري فاير، بصح لكم فري فاير شي حاجه، فري فاير راه جيم كتلعب في التليفون الدراري، تخيل معايا التليفون كيخدم فري فاير، عاد مازال البيسي ما يخدمهاش. موسي سفيان عطيت تقييم ديال السيتاب ديالك ناقص 5 على 10. لا دراري ما تقولش لي هاد الصويره بصح وتلاحت غير مؤخرا، دراري راه ما يمكنش، واش هاد البيسي اصاحبي شات السيتاب دراري الصراحه، هاد الحلقه ديال السيتابات المطفرين بامتياز. غادي طلعتو معايا الدراري تا هو ما عندوش بيرو داير كوافوز. ولكن الدراري اهم حاجه اللي غادي اللي ما يمكنش انك ما تشوفهاش الدراري في هاد السيتاب اللي هي هذيك، واش هذيك الاكرون ولا التلفازه ولا ما عرفت شناهي اصاحبي، واش هي صغيره وشاده، شوف هي صغيره ديزو انها ما شاداش السكرين كامل، كاين عندو البلاك بارز الفوق والتحت الدراري راه صطي يا صاحبي. غادي تلاحظوا معايا الدراري بواجه اخرى عاوتاني صغيره، شوف الدراري واش مازال عايشين معنا، واش واخا يسيف الو واش هادشي ديال هاد العام هذا، عرفتي التصويره كتبان قديمه بزاف، السيتاب كيبان قديم من 1900
300 وشي حاجه. كلافي الدراري كيبان ليا نورمال ما فيه لا ليد لا حتى لعبه ديال السيبر. طافي حتى هي شاده غير السوري ما شداش الكلافي والسوري وديال السيبر حتى هي كفس من داك الكلافي والسوري كفس منهم بجوج حتى هي ديال السيبر. عرفتي ديك الصوره الدراري شحال من مره تهرسات ليا راه ما يمكنش الدراري. واحد النهار الدراري كتلعب سي اس زدت خبطت مع الحيط كيبان كتولات ولا تفرسيت اصاحبي. هاكا مسيو سيف واخا هكاك راه قصر لينا برو 2013 في البي سي وراه كوميم الدراري واحد هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع البي سي ديالك. كويز ديال اتاي بالنسبه للكونفيك عنده 8 جيجا في الرام عنده جي بي يو ام دي راديون 6450 بالنسبه للسي بي يو عنده بونتيوم ناري باقي البونتيوم كاينين اصاحبي. عرفت الدراري بونتيوم هو اول بي سي شريت في حياتي الدراري. عرفتي امتى شريته في 2008 ولا ما 2007 ولا ما شحال الدراري كان عندي واحد بونتيوم كاس الدراري راه ما يمكنش كيخدم غا بانانا كيخدم فيكتور هيغو شفتي يقدر يدخل جوجل كروم الدراري تصوت كلافي شينو وايلي والله الا صحاب لي عنده ريزر في الكلافي. بالنسبه للمونيتور عنده 60 هرتز وايلي كنت ماشي 10 هرتز واقيلا. المهم نايس سيت اب اخي سيف شكرا على المشاركه ديالك اسمح لنا راه تنمر ولكن راه الله يسهل عليك. مسيو سيف عطيت التقييم ديال السيت اب ديالك 1/10. دوز السيت اب ديال الدرس سميتو الياس وايتبر. دابا دابا كوم خرجنا من تطفاريت ودخلنا السيت اب الملاح فهمتي. اول حاجه الدراري غادي يبان لكم السيت اب منظم تبارك الله داكشي زوين كلشي كيبان كلين كلشي كيبان فهمتي غير داكشي اللي ضروري في السيت اب هو اللي محطوط وفهمتي والسيت اب كيعمر لك عين. اول حاجه الدراري غادي تلاحظوا معايا مونيتور من مارك ديال هايبروك الدراري اللي معروفه وغالبا تما تكون شي 144 هرتز الفوق. ثاني حاجه الدراري اللي ما يمكنش ما تشوفوهاش هي ديك الجيمين كيس الدراري حد الضوء اللي خارجي منك كتعمر لك عينك الدراري كتبان لك شي حاجه زوينه في السيطه. حاجه اخرى الدراري طابي شاد الكلافي والسوري الدراري بالرجوله انكم قديم تشريو طابي شادين الكلافي والسوري الثمن ديالهم ما غاليش بزاف كيبدا غير من 50 درهم الفوق الدراري وكيبدلوا لك المنظر ديال السيت اب ديالك كامل وكتكون تلعب مرتاح السوري والكلافي كيبقاو عندك في نفس النيفو فهمت. حاجه اخرى الدراري غادي تلاحظوا معايا كلافي شاعل فيه الليد السوري شاعل فيه الليد ماركه لوجيتيك كلافي صراحه ما عرفتش من ماركه ولكن كيبان شي حاجه اللي زوين كلين. مانيتا سون فيل ديال بي اس 4 كيبان لي بي اس 4 تمايا اير بودز كاس شاعل فيه الليد لعيبات الديكور ديالو خارج من الزوين لعيبات. اند اوف كورس حيت مسيو الياس كيبقى مغربي غادي يحط لك ستان ديال الكاسك هو لاكرون واش سي نورمال واش بغيتي تشري لك زعما ستان. الدراري الصباغه اللي كاينه فوق البيرو الدراري كتخلي داك الليد اللي كاين فوق السيت اب كينعكس على البيرو فهمتي دوك اللوانات كينعكسوا على البيرو كيبدا يبان بحال شي جازه تمايا. الحاجه اللي كتطيح هاد الديكور زوين خاي ديالي نايس سيت اب نايس تشكيله نايس صنديم. بالنسبه للكونفيك عنده اي 7 5 جينيراسيون صراحه اول مره نشوف شي مغربي عنده اي 7 5 جينيراسيون 16 جيجا في الرام جي تي اكس 1070 نايس كونفيك اخا ديالي 256 اس اس دي 1 تيرا اتش دي دي مزيانه عنده اس اس دي دونك مزيانه. مونيتور هايبروك 165 هرتز الدراري قلت لكم ما تكونش 144 الفوق حيت هايبروك معروفين بلا مارك 144 والفوق فهمتي ماركه اللي زوينه ديال المونيتور. سوري لوجيتيك جي 102 الدراري ارخص واحسن سوري ممكن انك تشريها ديال الجيمنج دارت 300 درهم انا بقيت عاقل الدراري ولكن راه الكاليتي ديالها زوينه والدراري هي ثاني سوري ديال الجيمنج كنشري. كلافي ميكانيك بلو سويتش اكسترايك اوكي نايس اخاي ديال واخا اكسترايك ماشي شي ماركه اللي واعره ولكن كوميم كلافي ميكانيك ديكوراسيون خارج من الليد لعيبات عطي واحد الديكور زوين وبلو سويتش من الفوق يعني كتبقى تبان ديك طرطق طرطق طرطق. كاسك فايبر جيمنج صراحه ما عرفتوش. ماوس باد اكس اكس ال نايس عطيه الديكور زوين ومانيتا ديال بي اس 4 نايس اخا ديال نايس سيت اب نايس كونفيك شكرا حيت شاركتي معنا وغادي نعطي السيت اب ديالك واحد التقييم ديال 7/10. الدراري ديجا الدراري دخلنا في نص ساعه ديال الريكورد الدراري تسناو في البارت الثانيه ديال هاد السيت ابات المتابعين الدراري نهار الخميس ان شاء الله الدراري.